العالم وقته كله فيه أجر. أنت الآن تنام والملائكة تستغفر لك، تنام والحيتان تستغفر لك، تنام والنمل في جحر يستغفرون لك، يستغفرون لمعلم الناس الخير. أن تعلم الناس الخير، أنت حياتك كلها علم، قيامك وقعودك ونومك واستيقاظك وكل أحوالك أنت في علم، ما في أفضل من العلم. الإمام مالك رحمة الله عليه قال، سأله سائل قال: ما تقول في رجل يقاد إلى القصاص، يعني حكم عليه بالإعدام وهو يقاد، بماذا تنصحه؟ قال: يطلب العلم. يقول: يطلب العلم. سبحان الله العظيم. قالوا: كيف يطلب العلم؟ قال: نعم، لأن العلم عبادة. العلم عبادة، العلم عبادة. هو ماخذينه للإعدام يقول يطلب العلم. يطلب العلم، العلم أفضل من نوافل العبادة. في الحديث الصحيح: فضل العلم أفضل من فضل العبادة. والإمام الشافعي رحمة الله سئل عن الإمام الشافعي وأحمد وجمع من أهل العلم، سئلوا عن قضية إذا تعارض العلم مع نوافل، تعارض نوافل العبادة مع العلم، أيهما يقدم؟ قال: العلم. لماذا؟ لأن العلم نفعه متعدي، والعبادة نفعها لازم وقاصر على ذات الشخص. فرق بين الذي نفعه متعدي والذي نفعه قاصر. فضل العالم على العابد، العابد نفعه لنفسه ويعبد الله فقط لنفسه، العالم لا، العالم ينفع غيره، ينفع غيره. ولذلك العلم فضله عظيم. نعم.